طيب، والاستعدادات لشهر رمضان لا تقتصر فقط على الاستعدادات الخاصة بالمواد التموينية والغذائية وتوفير الوجبات اللي المصريين اعتادوا عليها في التكافل الكبير اللي بيبقى موجود في هذا الشهر، ولكن لأنه بيأتي للعام الثاني في ظل ظروف استثنائية للعالم بأكمله، هناك شروط صحية وهناك إجراءات وقائية يجب أن يعلمها الجميع قبل بدء الشهر المبارك، وهو عنوان حوار القادم بعد هذا الفاصل. للعام الثاني على التوالي يأتي شهر رمضان المبارك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي هذا الإطار ينصح الأطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس ولتجنب تداعيات المرحلة الثالثة من هذا الوباء القاتل، وحذروا من مخاطر تزايد التجمعات خلال شهر رمضان وعدم التزام الكثير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية. وفي نفس السياق أكد عدد من الأطباء على أن الفترة الحالية تعد فترة حرجة وتستلزم زيادة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أنها توافق نفس الفترة التي شهدت تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات من العام الماضي، وحذروا من خطورة التجمعات في شهر رمضان وذلك لمنع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا. ولتحقيق ذلك كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد شدد خلال توجيهاته للمحافظين بضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، للعمل على منع تزايد حالات الإصابة مع تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الغرامات على المخالفين. وفي نفس السياق كشفت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن شهر رمضان يتوافق مع فترة نشاط الفيروسات خلال شهري إبريل ومايو، لافتة إلى خطورة التجمعات التي تحدث قبل شهر رمضان والنزول لشراء متطلبات الشهر الكريم بالإضافة إلى التجمعات العائلية. وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة، ودعت جميع الفئات الأولى بالتطعيم بالحصول على التطعيمات في موعدها بما فيها الجرعة الأولى والثانية. وشدد آخرون على أن أخذ اللقاح هو وسيلة الحماية الأساسية من هذا الوباء، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما يسهم في تجنب الإصابة بكورونا. أهلا بحضراتكم من جديد. كما ذكرنا الاستعدادات لشهر رمضان هتختلف زي ما حياتنا كلها اختلفت على مدار السنتين اللي فاتوا أو سنة ونص تقريبا، يعني لم يكن أحد يتخيل أن يأتي الشهر الكريم مرة ثانية ولا يزال هذا الوباء يعني بيخيم على العالم بأكمله. على العموم شئنا أم أبينا يجب أن نغير من عادات كثيرة، ويجب أن يتعلم الجميع أنه أي استهتار بأي شيء من الممكن أن يكلف الكثير من الأحباب. يسعدني أن يكون معي على الهواء مباشرة دكتور أحمد سعفان وكيل وزارة الصحة السابق، أستاذ كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بك. ونبتدي الكلام بشكل عام النهاردة. إحنا داخلين على رمضان الثاني بعد رمضان اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والف خير. اللي الجميع اتعاملنا فيه بشكل مختلف، السنه اللي فاتت كانت الدنيا مقفوله تماما، فبالتالي ما كانش فيه اي نوع من انواع، حتى اللي عايز يستهتر ما كانش عارف لانه ما كانش فيه اي حاجه. السنه دي كان فيه تخفيف بعض الشيء للقيود، ولكن الكورونا في اشرس حالتها. التعامل من وجهه نظرك او تقييمك للايام اللي جايه دي. هو احنا لازم نقر بحاجة يا فندم، حتة القيود اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت على مستوى العالم هتبقى أقل بكتير، هي بقت ثقافة شعب أكتر منها ثقافة حكومة وغلق ومنع والكلام ده كله. إن اقتصادات العالم كلها مش هتستحمل الغلق أكتر من كده، وإحنا ابتدينا دلوقتي نعتمد على وعي الجمهور. المشكلة اللي موجودة في مصر أو المشكلة الحالية اللي في الفترة اللي احنا ماشيين فيها آخر أسبوع دي، إن الحالات بدأت تزيد وفي زيادة في الحالات، وطبعا ده مش على مستوى مصر بس، ده على مستوى العالم كله اللي احنا عندنا زيادة في الحالات، وده بيعلنها منظمة الصحة العالمية وكل الدول بتعلن ان الفترة دي فيها زيادة في الحالات. تمام. المشكلة اللي ملاحظة في مصر ان احنا بدأت الناس كتير قوي بتخلي بالها من كل طرق الاحترازية وطرق الوقاية الخارجية، بس الناس بتخش البيت بتنسى القصة خالص، ودي كارثة كبيرة جدا. واللي احنا خايفين منه في رمضان التجمعات جوه البيوت بتبقى اكتر، ودي مشكله كبيره، والناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه ان اكتر ناس عرضه داخل البيت للمرض هم الناس الكبار في السن،
ان الاطفال والشباب اللي صحتهم كويسة ممكن يبقوا حاملين للمرض وهم مش عارفين، فاللي بيتأثر دايما الناس الكبار. عشان كده احنا الفترة اللي فاتت اغلب الرعايات المركزة كبار في السن او الناس اللي عندها قابلية زي اللي عندهم امراض مزمنة او لا قدر الله اورام او الكلام ده كله. وللأسف الموجة اللي جاية دي موجة للأسف بتأدي الى الوفاة، ان بتصيب الجهاز التنفسي بإصابة بالغة. فاحنا عاوزين بننصح الناس زي ما احنا اغلب الناس واخده مواقف احترازيه قويه جدا بره، لازم يبقى جوه البيت كمان. يعني مش لازم العزومه اللي فيها 30 40 فرد في مكان ضيق، لازم نخلي بالنا جدا من القصه دي. يعني ممكن ناس مثلا لو هيتجمعوا كتير يبقى في مكان مفتوح. طبعا ده لو الاعداد اقل. يعني اللجوء لاماكن مفتوحه ممكن يبقى اختيار. طبعا احسن بكتير من الاماكن المغلقه من البيت العادي. والبيت العادي ودي نقطه مهمه جدا، ممكن فوق سطح العماره حتى يبقى دلوقتي يعني برضو مع ان الدوله عماله تناشد بعدم التجمعات، بس حضرتك بتلاقي في تجمعات كتير، ساعات بتلاقي افراح معموله، وساعات بتلاقي لا قدر الله مياتم او جنازات وفيها تجمعات كبيره جدا، فده خطر خطر جدا وبالذات في الفتره دي. العالم كله متجه للتطعيم، مصر وفرت التطعيم وخرج اشاعات كتيره جدا ب 200 جنيه و 500 جنيه للتطعيم ببلاش، والتطعيم مش بقى دلوقتي اتفتح كمان لفئات عمريه فوق ال 40 تقريبا ابتدوا والاقل كمان. ليه احنا لسه في ناس بتقول لك لا ما تروحش مع انه العالم كله بيطعم، وفي مصر الناس اللي طعمت محدش حصل حاجه، والناس ابتدت بكبار السن والامراض المزمنه. ليه عندنا مش هقول لك قله وعي، ولكن لسه الاشاعه هي اللي سايقه. دي كارثه، كارثه مهمه جدا. يعني مثلا حضرتك احنا بنتفرج على الاشاعات عشان كل الناس طول النهار قاعده على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ده الريفرنس بتاع الاشاعه انت ما بتبقيش عارفاه، او الناس بتاخد معلومات من اي حد بيتكلم من غير اي حاجه. يعني مثلا الفتره اللي فاتت اشاعات عن العقار الهندي والاسترازينيكا ومشاكله، اوعى حد ياخده بتاع. طب انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، كل كليات الطب والاطقم الطبيه في الجامعات المصريه اتطعمت من استرازينيكا، انا واحد منهم. الكلام ده من شهر ونص، ما حصلش اللي بيتقال ده خالص، واحنا قدام بعض بقى زمايل واعضاء هيئه التدريس وتمريض، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله. فبالعكس دي اشاعات مغرضه، يقول لك لا خد الصيني وما تاخدش التاني على اساس الصيني يعني هو الاقل، فانت بتصعب على الناس، مع ان علما ان على اساس انه لازم يفتي وخلاص. طبعا الاسترازينيكا 89 دوله على مستوى العالم بتستخدمه، تمام؟ حتى القلق اللي حصل عليه رد عليه من قبل الاتحاد الاوروبي، ودي كانت شحنة صغيرة يا فندم، نسب صغيره جدا لا تقدر بعدد الإجمال. احنا اصلا مش بتكلم بقى على الاسترازينيكا ولا الصيني، انا بتكلم على المبدأ اللقاح نفسها. طبعا الناس العالم كله بيطعم، هو ساكت بصراحه، ساكت يعني. ده الناس بتجري على التطعيم، مش الناس ما فيش حد بيتحايل عليهم، الناس بتجري على التطعيم وبتروح. وحضرتك بتشوفي مثلا على الميديا، اصل احنا رحنا وقعدنا ساعتين. ايه يا عم ده بره بيقعدوا بالست ساعات والسبع ساعات. وبالعكس يعني يمكن عندي مرضى كتير راحت اتطعمت، قال لك انا في خلال نص ساعه كنت واخد التطعيم. بتبقى يعني حظوظ. طب مش اكتر. فبالعكس اللي يجي له فرصه لازم يطعم، لازم يطعم، بس ممكن يظهر عليه بعض الاعراض في اول يومين زي اعراض الانفلونزا الجامد. بننصح ان احنا ناخد مسكنات من اول بدايه التطعيم، هتلاقي في خلال 48 ساعه الدنيا بتمشي. على فكره واللي بيظهر عليه الاعراض دي يعني التطعيم شغال كويس، ده ميزه مش عيب. يعني ده الاختيار الامثل طبعاً للتطعيم، الامن لاي حد التطعيم طبعا. بتشوف انه الاتجاه من كلام حضرتك تعاملك مع الناس بشكل مباشر طبعا، الاتجاه الاكثر قربا لوجهات النظر الطعم ولا لا يا عم بلاش؟ حضرتك كل ما حضرتك بتتعاملي مع فئه ليها درايه طبيه اكتر هو اللي رايحين للتطعيم. ده والله ده في دكاتره كتير يقعدوا يقول لك لا حضرتك يا فندم خوف الناس. عاوز اقول لحضرتك مسؤول على الاطلاق اعضاء هيئه تدريس كليات الطب اغلبهم طعموا، التمريض الطعم، كل الاطقم الطبيه اللي بيجي له فرصه بيطعم، محدش بيقول لا. وحضرتك نسب كبيره يعني احنا معديين اكتر من 200 الف شخص اتطعم في مصر. طب فين النتائج الوحشه؟ فين الناس؟ ما احنا اي حاجه بنسمعها وبنعرفها. يمكن احنا في محيطنا كاطباء اغلب الاطباء نسبه كبيره جدا متطعمين كويس حضرتك، وما شفناش اي سبب من اسباب الاثار السلبيه على التطعيم. فبالعكس اللي يجي له فرصه ويقدر يطعم لازم يطعم. السنه دي في تراويح مدتها قصيره، ولكن اعيد يعني اقامتها مره ثانيه، وده كان طلب للجميع لانه جانب روحاني جاي مهم. انا نازله التراويح، ايه الاجراءات اللي يجب انها تتعمل بدون فصال؟ حضرتك يمكن احنا صلاه الجمعه الفتره اللي فاتت دي كلها علمت الناس التباعد، استخدام سجاده الصلاه الشخصيه ليك، لبس الماسك كويس،
عدم اصطحاب الاطفال معاك الجامع في الفترة ده دي. ده قولا واحدا عشان هم دول اللي بينقلوا اكتر وبيبقوا نائلين للامراض للناس الكبار اللي في البيوت. فانت لو انت خدت معاك سجادتك حصل نوع من انواع التباعد صح، اغلب المساجد فيها ساحات خارجية فلو تقدر تصلي بره في الهواء الطلق احسن لك تمام، وبرضه في محيط الجامع ده هيساعدك. وطبعا تقليل الفترة دي هتقلل من احتكاك الناس، فده طبعا كلها حاجة مهمة جدا، ورب ما يقطعها عادة يعني. طبعا يا التعامل مع مرور الوقت خلانا كلنا، وده العالم كله سواء عالم متقدم عالم أول عالم رابع، الكل وتيرة الاهتمام هديت لأنه الموضوع طول بصراحة. نزهت ده كان رد فعل إنساني طبعا. إزاي أقدر أرجع الناس تاني لقدر من الاهتمام؟ يعني أنا وحضرتك غير أنا وحضرتك من سنة كنا كلنا ماشيين بالكحول وكان فيه اهتمام أكبر، إزاي نقدر نرجع الناس تاني مرة تانية؟ بالوعي. ويمكن الناس دلوقتي، يمكن أنا من المرضايا ومن الناس اللي بشوفهم في الشارع كتير جدا، لما يحصل مشكلة عند حد في العيلة يبتدي ناس تفوق. طول ما الموضوع بعيد عنك انت بتبتدي يحصل تجاهل للموضوع أو تناسي للموضوع، إن هو طبعا طبيعة الحال الناس زهقت، الناس عاوزة تنطلق، الناس عاوزة يبقى في نوع من أنواع السوشيال أكتر بينها وبين بعض. بس يعني إن شاء الله ربنا يكرم والمرحلة دي تعدي علينا، فلازم نفضل مسكين ولازم نفضل محافظين إن ربنا ما يوريها لحد. إحنا بنشوف حالات كتير في المستشفيات منهم ناس صغيرين وناس كبار حالاتهم تبقى وحشة جدا وما بتتلحقش. فيعني حبة حفاظ وحبة وقاية هتحميك وهتحمي أسرتك. ايه اللي ممكن يخلي، يعني هنرجع تاني نقول نفس الكلام اللي قلناه من سنين او من سنه، يعني ربنا بيخليها سنين اكتر من كده. ايه اللي ممكن يخلي الحاله توصل للوضع ده؟ يعني ان انا ما خدتش بالي من الاول ولا ايه؟ لا انا اصبت خلاص. ايه اللي يخليني اقدر اني احجم الاصابه؟ اول حاجه دايما بننصح فيها الناس ما تخشش في بانيك. يعني مش كل واحد جاله كورونا لازم يجي على المستشفى. الكلام ده فكر مش صحيح. كويس خفان، بس الناس هديت عن كده. الناس هديت بس بدأ برضو الناس الكبار بيبقى عندهم البانيك زيادة تمام، والبانيك ده بيتنقل لأولادهم فتلاقي جري على المستشفيات بشكل غير طبيعي. احنا في ناس كتير قوي بيجيلهم كورونا وما بيظهرش عليهم اي اعراض، او بتبقى الاعراض طفيفة جدا اول يوم درجة حرارة وبعد كده زي دور برد والدنيا بتكمل. بس يفضل قاعد واهم نفسه انا اكسجيني نزل، انا اكسجيني طلع، انا اكسجيني حصل، الدنيا مش كده. وعلى فكرة الأعراض اللي بتصيب الكورونا مش كل الناس، يعني في ناس بتعدي عليهم بفقدان حاسة الشم، تذوق، حبة حرارة، تكسير في الجسم، والموضوع بيعدي. وعلى فكرة بقت نعمة من عند ربنا اللي يجيله دور كورونا ويعدي منها بسلام، خلاص خد الأجسام المضادة وبقى يعني عنده نوع من أنواع الحماية. في كارثة من ضمن الحاجات اللي موجودة دلوقتي، بقى في جهاز لكشف اللي هو يعمل المسحه في البيت، جهاز كده بيطلع انك انت بوزيتيف او نيجاتيف. كل الكلام ده مش دقيق، مش صحيح على الاطلاق خالص، ولازم يكون متباع من جهه ذات مرجعيه، عشان في انواع كتيره جدا في السوق للاسف ملهاش اي نوع من انواع الاساس الطبي. اللي احنا بننصح بيه كاطباء لما حد بيبتدي يشك بموضوع الكورونا، في اجهزه بتقيس الاكسجين. فلما بالذات من الناس الكبار لو حس ان الاكسجين بتاعه بدا يقل، ده لازم يتوجه للمستشفى. يقل يعني بينزل عن 90 وصل ل 85، ده ساعتها بيتوجه للمستشفى عشان يحصل له تقييم ويقدر يعمل اشعه مقطعيه ويشوف القصه فيها ايه. غير كده لا. يعني في مقال قريتها انه بقى في فوضى بروتوكولات موجوده، وبقى في يعني التعامل من غير المتخصصين بشكل كبير طبعا، ودخل طب بديل ودخل طبعا الاعشاب ودخل موسعات شعب من الاعشاب. يعني اوصل ازاي للبروتوكول الصح وانا مواطن عادي لا اعرف دكتور قريبي ولا يعني ما اعرفش حد عايز بس اوصل المعلومه؟ بص يا فندم، في صفحات كتير رسميه زي صفحه وزاره الصحه بتشرح الكلام بالتفصيل، صفحات الجامعات المصريه تمام، طب عين شمس، طب القاهره، الحاجات اللي ذات مرجعيه اللي بيشرح الموضوع بالتفصيل العلمي باساس علمي. بس اي واحد بيكتب رايه على السوشيال ميديا حتى لو دكتور ده مش ذات مرجعيه. فلازم يبقى لو حضرتك عاوز تاخد معلوماتك عن طريق السوشيال ميديا يبقى ذات الصفحات الرسميه بالظبط. نرجع تاني ونتكلم على اللقاح، لانه انا عندي مشكله كبيره مع التعاطي مع هذه الفكره. منطقيه الامور بتقول انه التوجه للحصول على اللقاح لمن الفئات المفتوح ليها
هو الحل الأمثل طبعا. حضرتك حتى منظمة الصحة العالمية حطت أولويات، منهم الناس الكبار في السن تمام، منهم مرضى الأورام، منهم اللي عندهم أمراض مزمنة، هم دول اللي ليهم أولوية، ودول لو قدر الله جالهم دور كورونا ممكن يبقى تأثيره أقوى بكتير عن واحد سليم أو صغير في السن، إن مناعته أقوى بكتير. فطبعا دول أول ما يجيله الفرصة لازم يتقدم وياخد التطعيم. في أول الجائحة اتكلمنا عن مناعة القطيع، وبعد كده كان في كلام قال آه هي موجودة، وفي كلام تاني الأطباء قالوا لا مش موجودة، وإحنا لغاية دلوقتي برضو بنعاني من الآراء المختلفة للأطباء المتخصصين. محدش يقدر ينكر إن عدد كبير جدا من المصريين اتصاب، والكلام ده موجود في كل الدنيا، يعني عدد كبير جدا من الإنجليزي اتصاب، عدد أيا كان. ليه بقى الدورة ما هديتش؟ يعني ازاي لازلنا بنتكلم على شراسة او اكبر، مع انه في البداية قالوا انه بالعكس ده لو الكل اتصاب، كانت فكرة مجنونة في الاول، لو الكل اتصاب خلاص مش هتلاقي حد تاني تصيب. ده لو في حالة ان الفيروس ما بيتحورش. مشكلة الكورونا ان الفيروس بيحصل نوع من انواع التحور، فكل شوية بيقولك الموجة الاولى، الموجة التانية، الموجة التالتة. الفكرة كلها ان تحور الفيروس بيخلي اكن الشخص بيتعرض للفيروس اول مرة. وفي ابحاث كتير قوي وابحاث علمية قالت ان كل ما الفيروس بيتحور كل ما شراسته بتزيد. تمام؟ وهي دي المشكلة. ده العكس، ده كان المفروض قالوا لنا انه كل ما يتحور بيقل. لو النوع واحد ما بيحصلش فيه تحور كلام حضرتك يحصل، صح؟ زي اي فيروس او زي اي مرض، لو هو ثابت مجرد لو بيتنقل من شخص لشخص بيضعف. بس الفكرة ان هم لغاية دلوقتي كورونا ده حاجة جديدة. تمام؟ حضرتك الطب او لو عشان تاخدي عقار او البني ادم ياخد دواء في الامور العادية لازم يحصل نوع من انواع الابحاث عليه توصل لغاية من 5 لـ10 سنين. فعلى مستوى العالم دلوقتي في احدث المعامل المركزية على مستوى العالم مش عارفين طبيعة الكورونا لغاية دلوقتي. فلغاية دلوقتي احنا بنتعامل معها بطريقة trial and error، بطريقة اللي احنا نجرب ونشوف. احنا بنتكلم على انتظار موجات تانية اكتر كمان؟ هي في اوروبا في موجة تالتة. تمام؟ احنا مستنيينها. طب يعني في رابعة بقى ولا محدش عارف؟ ما هو في اجابات كتير محدش عارف. كويس حضرتك؟ فحتى الاطباء نفسهم احنا بنتعامل دلوقتي مع ايه؟ مع رد الفعل. انت بتتعاملي مع الاعراض، بس هل حضرتك تقدري تمنعي المرض؟ الا بطريقة واحدة، عن طريق التطعيم. فعشان كده دي فرصة لاي حد يقدر ياخد تطعيم ياخده. بشكرك شكر جزيل، نتمنى يعني السلامة للجميع وشهر كريم على الجميع، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. شكرا ليك دكتور أحمد سعفان وكيل وزارة الصحة السابق وأستاذ الطب جامعة عين شمس، شكرا ليك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا وصول لحضراتكم. فاصل وعلى رأس الساعة أمل نعمان، ووقت المجازة لأم وآخر الأنباء.